غابة مديونة، وغادي نوريكم المناظر اللي كاينه هنايا. غابة مديونة كيجيو فيها العائلة كما كتشوفوا راه الراجل كيتريد، كيجيو فيها حتى الناس العائلة كيتريدوا فيها وكيطيبوا الطواجن. اللي بغى يعمل طاجن مثلا للعواد او مثلا يطيب مغارس، اي حاجه كيطيبوا فيها. فاذا خليكم معايا. غنوريكم هذا ديال الشعب دابا، هيدا رجع من الله كنشري الدبره دعيتو. ها هو باقي اللي عملتكم واحد الفلوق انا وخاي زايد كيفاش كتشعل العافيه والعباد باش طايب اللي بغيتي. اذا هو هذا العباد ديالنا تمدينا بالعواد، وراها عملنا البريكي شعلنا العافيه، ثم دورنا الحجار باش نقدروا ننزلوا الطاجين، ثم كنقدروا ديك الساعه نطيبوه. ها هما هادو هما المغارس ديال ماما، الله يعطيها الصحة. مغارس ماما ومع الفلوكية هاديك غادي تجي. الله يعطيك الصحة ماما. وانا منكم ماسكات بالبشره، يعني شي حاجه خاصه بالبنات اللي كتعجبهم، وبلوكات ومواضيع. صافي هو هذا الفلوك ديالنا، كان فقط عباره عن بعض المناظر اللي موجوده هنايا في طنجه. وريناكم كيفاش كيدير الطاجين ديال العواد، وايضا الغداء كيفاش كيتحضر. الناس كيجيو هما والعائله ديالهم هنايا كتريضوا. وبقى لي نقول لكم ما تنساوش الاشتراك على القناه والضغط على لايك للتحفيز اكثر. وهذا ما نقول لكم، الى اللقاء مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.